جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال إلى المسارعة لتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 20 ديسمبر 2018، وذلك تجنبا لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات والتي نص عليها النظام. كما أشارت الهيئة إلى أن التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيعرض المنشأة إلى غرامة مالية وإلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.